أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الشيخ ابن الجوزي رحمة الله عليه: يا أخي، لله در أقوام نعمهم مولاهم بقربه فحجبهم عن خطرات الوساوس وحمى إقليم قلوبهم من غبار الشهوات بحراس، قبلوا أمره بالقبول وقاموا به على العينين والراس، قدموا زاد الأعمال لسفر الموت، فلله درهم من أبطال وأفراس. خلع عليهم خلعة الرضا وناداهم مرحبا بالأحباب الأكياس. وقف الفضل الجوهري العالم في الحرم متوجها إلى الكعبة المكرمة وهو محرم، ثم قال بأعلى صوته: يا تلفى بحتوف المراقبة والمعرفة، يا قتلى بسيوف المؤانسة والمحبة، يا حرقى بنار الخوف والاشتياق، ويا غرقى في بحر المشاهدة والتلاق. هذه ديار المحبوب، فأين المحبون؟ هذه أسرار القرب، فأين المتنافسون؟ هذه آثار الديار والربوع، فأين القاصدون؟ هذه ساعة العرض والاطلاع على الدموع، فأين الباكون؟ ثم شهق شهقة عظيمة وغشي عليه فأفاق بعد ساعة وهو يقول: تبدى لناظري بليل الشوق خاطري، حاضر غير غائب، ساكن في الضمائر. قال الراوي: فدنوت منه فقلت له: يا سيدي، ما علامة المحبين لله؟ قال: إن للمحبين في ظلال الليل عند الله سبحانه بساطا، وبينهم وبينه انبساطا، شغلهم الأنس بمعبودهم عن لذة الكرى، وقطعهم الشغل به عن جميع الورى. لا يؤثرون على مناجاته مناما، ولا يختارون على كلامه كلاما. عرفه من عرفه، وذاقه من ذاقه، واستأنس به من استطابه. سبحانه من حكم بالفناء على الخلائق، فتساوى عنده العبيد والملوك، وتفرد بالبقاء وتوحد بالقدم، وصرف أقداره في الملك بما يريد. ظهر افتقار الكل إليه، الصالح والطالح، والقوي والرشيد. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. جواد شمل الكل عطاؤه، فأين يفر العاصي؟ ومن يجير العتيد؟
كم جندل القضاء من زعيم، وكم أدخل للحضرة من طريد. ما أغفل أهل المعاصي عن قسمة العباد، فمنهم شقي ومنهم سعيد. 61 لو مرت على حجر لكان من حكمها أن تجلو الحجر. تؤمل النفس آمالا لتبلغها، كأنها ما ترى ما يصنع القدر. قال أبو إسحاق: قدمت على علي بن عبد الحميد الغضائري، وجدته أفضل خلق الله عبادة وأكثرهم مجاهدة. كان لا يفرغ من صلاته آناء ليله ونهاره، فانتظرت فراغه فلم أصبه ولا وجدته، فقلت له: إنا قد تركنا الآباء والأمهات والأهلين والأوطان والبنين والبنات بالرحلة إليك، فلو تفرغت ساعة تحدثنا بما آتاك الله من العلم. فقال: أدركني دعاء الشيخ الصالح سري السقطي رضي الله عنه، جئت إليه وقرعت عليه بابه، فسمعته يقول قبل أن يخرج إلي: اللهم من جاءني يشغلني عن مناجاتك فاشغله بك عني. فما رجعت من عنده حتى جئت إلى الصلاة والشغل بذكر الله تعالى، فلا أتفرغ إلى شيء سوى عبادة الله تعالى ببركة دعاء ذلك الشيخ. فقال أبو إسحاق: فرأيت كلامه يخرج من قلب حزين وهم كمين، والدمع يسابقه رحمة الله عليه. فسبحان من ألف بحكمته بين لطائف الأرواح وكتائف الأشباح، جعل الليل والنهار جناحي الأعمار يطيران بلا ريش ولا جناح. سقى أرواح المحبين شراب المحبة، فلله ما أحلاه من راح. غنى لهم في مجالس أنسهم معيد الوجد، فشربوا بالدنات لا بالأقداح. زينوا روضة الدجى بأزهار التهجد، واصطبحوا على الأذكار أي اصطباح. فهم بين صبوح وغبوق، وبين ريحان ورواح، قلوبهم في قالب الابتلاء تنادي بلسان تصبرهم لا براح. خلع عليهم خلعة الرضا وأجلسهم بين أفراح من الشوق وافتراح. نظروا إلى الكون فما رأوا سواه، فليس عليهم في هيمانهم جناح. تغشى بصائرهم نور معرفته، فترن معارفهم بألسنة من التوحيد فصاح: يا أعز الناس عندي، كيف حتى خنت عهدي؟ سوف أشكو لك حالي، فعسى شكواي تجدي. أنت مولاي تراني ودموعي فوق خدي، أقطع الليل أقاسي ما أقاسي فيه وحدي. قال ذو النون المصري: عطشت في بعض أسفاري عطشا شديدا،
فعرجت إلى بعض السواحل أريد الماء، فإذا أنا بشخص قد ائتزر بالحياء والإحسان وتدرج بدراع البكاء والأحزان، قائم على ساحل البحر يصلي. فلما دنوت منه وسلمت عليه فقال: وعليك السلام يا ذنون. قال فقلت له: يرحمك الله، من أين عرفتني؟ قال: اطلع أنوار شعاع المعرفة من قلبي على صفاء نور المحبة من قلبك، فعرفت روحي روحك بحقائق الأسرار، وألف سري سرك في محبة العزيز الجبار. فقلت له: ما أراك إلا وحيدا. فقال: ما الأنس بغير الله إلا وحشة، وما التوكل بغيره إلا ذل. فقلت له: أما تنظر إلى هذا البحر وتلاطم هذه الأمواج؟ فقال: ما بك من العطش أكثر من ذلك؟ فقلت: نعم. فدلني على الماء بقرب منه فشربت ورجعت إليه، فوجدته يبكي بشهيق وزفير. فقلت له: يرحمك الله، ما يبكيك؟ فقال: يا أبا الفيض، إن لله عبادا سقاهم بكأس محبته، سقاهم شربة أذهبت عنهم لذة الكرى. فقلت له: دلني على أهل ولاية الله يرحمك الله. قال: هم الذين أخلصوا في الخدمة فاستخصهم بالولاية، وراقبوا مولاهم ففتح لهم في نور القلوب. فقلت له: ما علامة المحب؟ قال: المحب لله غريق في بحر الحزن إلى قرار التحير. قال: فقلت له: ما علامة المعرفة؟ قال: العارف بالله لم يطلب مع معرفته جنة ولا يستعيذ من نار، فعرفه له ولم يعظم سواه معه، ثم شهق شهقة عظيمة فخرجت روحه، فواريته في الموضع الذي مات فيه، وانصرفت عنه رحمة الله عليه. يا أخي، لا تغسل أدناس الذنوب إلا بماء المدامع، لا ينجو من سواد المعصية إلا من يسارع. أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع. كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع، لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع، ويوم الطاعة مختار وكل سعد فيه طالع. اطلب ويحك رفاق التائبين، وجدد رسائلك للحبيب فطالع. مصباح التقوى يدل على الجادة، وكم في ظلمة الغفلة من قاطع. ابكي ويحك على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع. إذا لم يعظك الدهر والشيب والضعف فما أنت صانع. فبالله يا إخواني، بادروا بالمتاب وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب.
مع اعتذاري وأمر ربي عصي، حتى تبدي صحائفي ما أتيت، مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني ما رآني اشتهيت. يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت، ليس لي حجة ولا لي عذر، فاعف عن زلتي وما قد جنيت. قال علي بن يحيى: صحبت شيخا من عسقلان سريع الدمعة، حسن الخدمة، كامل الأدب، متهجدا بالليل، متنسكا بالنهار. كنت أسمع أكثر دعائه الاعتذار والاستغفار. فدخلنا يوما في كهوف جبل اللكام، فلما أمسى رأيت أهل الجبل وأصحاب الصوامع يهرولون إلي ويتبركون بدعائه. فلما أصبح وعزم على الخروج، قام أحدهم وقال: عظني. فقال: عليك بالاعتذار، فإنه إن قبل عذرك ما فعل الله بك. فقال: حبيبي، من لا يعتذر إليه مذنب، فلا يخيب من جاءه ظنه، بل يقبل عذره. قبل الله عذري وغفر ذنبي وشفعني فيكم، لا شيء أعظم من ذنبي سوى أملي في حسن عفوك عن جرمي وعن عملي. فإن يك ذا ود فالذنب قد عظما، فأنت أعظم من ذنبي ومن زللي. روي عن يوسف بن عاصم أنه ذكر له عن حاتم الأصم أنه كان يتكلم مع الناس في الزهد والإخلاص، فقال يوسف لأصحابه: اذهبوا بنا إليه نسأله عن صلاته، إن كان يكملها، وإن لم يكملها نهيناه عن ذلك. قال: فأتوه. فقال له يوسف: يا حاتم، جئنا نسألك عن صلاتك. فقال له حاتم: عن أي شيء تسألني عافاك الله؟ عن معرفتها أو عن آدابها؟ فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال لهم: زادنا حاتم ما لم نحسن أن نسأله عنه. ثم قال له: نبتدئ بآدابها. فقال لهم: تقوم بالأمر وتمشي بالاحتساب وتدخل بالسنة وتكبر بالتعظيم وتقرأ بالترتيل وتركع بالخشوع وتسجد بالخضوع وترفع بالسكينة وتشهد بالإخلاص وتسلم بالرحمة. قال يوسف: هذا التأديب، فما المعرفة؟ قال: إذا قمت إليها فاعلم أن الله تعالى مقبل عليك، فاقبل على من هو مقبل عليك، واعلم بأن جهة التصديق لقلبك أنه قريب منك قادر عليك. فإذا ركعت فلا تأمل أن ترفع، وإذا رفعت فلا تأمل أن تسجد، وإذا سجدت فلا تأمل أن تقوم،
ومثل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك، فإذا فعلت فأنت مصلٍ. فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال: قوموا نعيد الصلاة التي مضت من أعمارنا. يا مهان القلب، أي شيء تنفع حياة البدن إذا لم تفرق بين القبيح والحسن؟ سلبك المشيب من الشباب، فأين البكاء وأين الحزن إذا كان القلب خرابا عن التقوى؟ فما ينفع البكاء في الزمن؟ يا قتيل الهجران، هذا أوان الصلح، بادر عسى يزول الغبن. قال عاصم بن محمد: رأيت يهوديا بمكة متضرعا مبتهلا، فأعجبني حسن إسلامه، فسألته عن ذلك، قال: قدمت إلى أبي إسحاق إبراهيم النيسابوري وهو يوقد في تنور الآجر، أطلب دينا كان لي عليه، فقال: أسلم واحذر، احذر نارا وقودها الناس والحجارة. فقلت: لا بأس عليك يا أبا إسحاق، فأنت أيضا فيها. قال: فعسى تعني قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها. فقلت: نعم. فقال لي: أعطني ثوبك. فأعطيته إياه، فلف ثوبي في ثوبه ثم رمى بهما في التنور، وصبر ساعة طويلة، ثم قام واجدا شاهقا باكيا، ودخل في التنور وهو مستوقد النار وهي تتأجج لهيبا وزفيرا، فأخذ الثياب من وسط النار وخرج منه، فهالني ذلك من فعله، فهرولت إليه متعجبا، وإذا بالرزمة صحيحة كما كانت، فحلها فإذا هي بثيابي قد احترقت كأنها فحمة في وسط ثيابه، وثيابه صحيحة لم تمسها النار. ثم قال: يا مسكين، هكذا يكون، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأسلمت على يديه في الحال، وهذا ما رأيت من أحوال الرجال. فلله در أقوام ملأ قلوبهم بأنوار الحكمة والرشاد، وحرك ساكن وجدهم فتمايلهم كالغصن المياد، صفت زجاجة أرواحهم، وراق لهم شراب وجدهم، وطاب لهم سماع الإنشاد، أدار عليهم حمي الحماية، فألفت عيونهم السهاد، فمنهم سكران ونشوان، وكل أيامهم بمحبوبهم أعياد، مد عليهم أطناب ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد، فهم يتشاكون الأشواق بنفس تلف في محبته أوكاد، والمحروم نهاره في الشقاء
وليله في النوم وعمره في نفاد. ركب مركب القضاء للمحنة، ففي أصل تركيبه فساد. ضيع أيامه في الغفلة، وفي الكبر يبكي على فائت لا يعاد. فيا معشر المذنبين جدوا قبل الرحيل عن الأجساد. قال يوسف بن الحسن: كنت أسير في طريق الشام، إذ عرض إلي عارض فعدلت عن الطريق فهالتني المفازة، فبدت لي صومعة فدنوت منها، وإذا براهب قد أخرج رأسه منها فأنست به. فلما دنوت منه قال لي: يا هذا، أتريد موضع صاحبكم؟ قلت: ومن صاحبنا؟ قال: رجل في هذا الوادي على دينكم، متخل عن فتنة الأقران، منفرد بنفسه في ذلك المكان، وشوقاه إلى حديثه. فقلت له: وما الذي يمنعك عنه وأنت على قرب منه؟ قال: أصحابي أقعدوني في هذا الموضع، وأنا أخشى على نفسي القتل منهم، ولكن إذا مضيت إلي فأقرئه مني السلام واسأله لي الدعاء. قال: فمضيت إلي، وإذا برجل قد اجتمعت إليه الوحوش، فلما رآني اقترب مني، وكنت أسمع جلبة عظيمة للقوم ولا أرى أحدا منهم، فسمعت قائلا يقول: من هذا البطال الذي وطئ محل العاملين؟ فرأيت رجلا منكسا رأسه مسترسلا في كلامه، تعلوه هيبة ووقار شديد. فسمعته يقول: لك الحمد على ما وهبت لي من معرفتك، وخصصتني به من محبتك، لك الحمد على آلائك وعلى جميع بلائك، اللهم ارفع درجتي إلى درجات الأبرار للرضاء بحكمك، وانقلني إلى درجة الأخيار. ثم صاح صيحة عظيمة ثم قال: آه من لي بهم؟ وخر مغشيا علي، فلم يتحرك لساني هيبة له. فلما أفاق من غشيته قال لي: سر، زودك الله التقوى، وسار عني وتركني. يا من تحل بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفل بذكره حد الشدائد، ويا من يدعى بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلى محل الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بطاعتك القضاء، ومضت على ذكرك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة، وأنت المرجو للمهمات، وأنت المفزع للملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت،
وقد نزل بي من الأمر ما فتحني ثقله، وحل بي منه ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردت علي ذلك، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا ميسر لما عسرت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت. صل على محمد وآل محمد، وافتح لي باب الفرج بطولك، واصرف عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وارزقني حلاوة الصنع فيما سألتك، وهب لي من لدنك فرجا وحيا، واجعل لي من عندك مخرجا هنيئا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فرائضك واستعمال سنتك، فقد ضقت بما نزل بي ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي جزعا، وأنت القادر على كشف ما بليت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل ذلك بي وإن كنت غير مستوجبه منك يا ذا العرش العظيم ويا ذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين 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 رب العالمين.